أتبع ملفات اللي هي اختطاف الناشطات الحقوقيات، ملف الانتهاكات الجنسية للأطفال في الجبهات، ملف بيع الأعضاء لتجارب أعضاء المجاهدين والمصابين بالجبهات. من هنا تبدأ القصة ولا تنتهي حين اقتربت سميرة من المحظور وكشفت عن أدق التفاصيل المتعلقة بالجرائم المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، بعيدا عن نهب الغذاء والمساعدات والتضييق على الحريات العامة، وهي على سوءها قد تبدو للبعض مجرد غطاء على جرائم أشد خطورة وأعظم فتكا بحياة اليمنيين وكرامتهم وتماسكهم الاجتماعي. تتحدث سميرة الحوري وكل جراح الأرض تحتشد في صوتها. سميرة ناشطة حقوقية عملت في ظروف استثنائية، كانت تعتقد أن عملها في مساعدة الناس سيمنحها حصانة من الانتهاكات، لكنها لم تكن تدرك أن مصيرها سيكون بهذا السوء. تعرضت سميرة لانتهاكات ميليشيا الحوثي ومحاولة استغلالها في أعمال ذات طابع أمني تتضمن الاستغلال الجنسي لابتزاز خصوم الميليشيا. طلب من سميرة استدراج مسؤولين كبار في سلطة الميليشيا. طلب مني استدراج وزراء، إذا ممكن أذكر أسماءهم، هم هشام شرف وحسن زيد والعماد وأبو الحكم وناس من حكومتهم. وعند رفضها تم تهديدها فلجأت إلى أهلها، لكن لا شيء أقوى من سطوة الجريمة حين ينفرد بها قاتل كميليشيا الحوثي. الساعة الرابعة فجر نتفاجأ بكتيبة، طبعا كأنها جاية البلادن، ما أنها جاية الإنسان أو المرأة، كتيبة أربع سيارات مدرعة عليها من الشباب تبع مكافحة الإرهاب، كل سيارة عليها 12 واحد، باص كله زينبيات، سيارة فيها سلطان زابن اللي هو رئيس البحث الجنائي بنفسه، وأبو صلاح وأبو الكرار، هذا واحد ضابط في الأمن القومي. تفاجأت فيهم كلهم، أنا الباب بيترزع بأقوى قوته، فجأة انكسر الباب، دخلوا لنا وإحنا بجامات النوم، قيدوني، قيدوا بنتي، قيدوا قريبتي كانت عندي، بنتي الصغيرة قيدوها وكذا، وأنا بصرخ إيش في إيش في، كانوا يقولوا لي اسكتي إيش، طب سترونا، طب خلونا نلبس، انتشروا في البيت زي معاهم كاميرات طبعا بيصوروا. تقول سميرة إنها كشفت عن جرائم أخرى تتجاوز ما تم الكشف عنه وما يتداول في وسائل الإعلام، وهي الانتهاكات الجنسية للأطفال المجندين في الجبهات وتجارة الأعضاء البشرية من الجرحى وقتل الحرب من الحوثيين. نفذت سميرة بجلدها، لكن اليمن ونساءها لا تزال تحت قبضة الميليشيا القاسية. سميرة صرخة يمنية سمعها الناس، لكن هناك آلاف الصرخات المغيبة والمقهورة لنساء يمنيات يمتن دون أن يسمعهن أحد أو يحس بهن.